اسمي علي المشيري، مصري جنسية، عايش في النايوج. كيف تسير الأمور في المغرب؟ الأمور أحلى أمور في الدنيا وأحلى شعب، وإن شاء الله يكون مباراة قوية بين الأهلي وبين الوداد، ولأن الوداد فريق قوي جدا وإحنا كمصريين بنحترم فريق الوداد، فريق رجاء. لو في كرة في الوطن العربي فهي موجودة في المغرب والجزائر ومصر. ما هي توقعات؟ يعني هيكون مثلا 5-0 لصالح الاهلي. لا 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 نتمنى كده بالزاف. ما نعرفش ايه توقعاتنا، لان الفريق الوداد قوي جدا، فريق الاهلي فريق قوي، واتمنى اهم شيء يكون في حب وموده زي ما بيحصل في اوروبا. احنا المصريين او احنا المغاربه بنخاف على بعض بسبب الكوره، وبسبب في ناس حاقدين وناس حقراء بيخلونا نكره بعضينا. الاعلام ان كان المصري او المغربي بصراحه ساعات بيبوظ الدنيا، ولكن احنا كشعوب بنحب بعض. ولو المغرب فازت فهنكون سعيد لان بلدي، ولو الاهلي كسب هنكون اسعد لان فريق بلدي طبعا. واتمنى ان يعني يحصل المباراه قويه، نشوف الكوره بحق وحي. الجماهير المصريه وجدت صعوبه في الحصول على التذاكر؟ لا كذب، احنا بيدونا التذاكر وما فيش اي صعوبه ولا في اي شيء، بالعكس احنا مبسوطين جدا. الامور كلها تمام؟ الامور تمام والشعب تمام، اكلنا زعلوك النهارده ومبسوطين واحنا ناكل حبيبه. رسالتكم للجماهير المغربيه والوداديه الاهليه؟ حبونا زي ما بنحبكم، لان انتوا لما تيجوا مصر اهلا وسهلا بيكم، فنتمنى يكون مباراه قويه ونحب البعض الخير. الحمد لله، طبعا كان استقبال رائع من الشعب المغربي ومن الامن المغربي لنادي الاهلي، نادي فريق كبير وفريق عريق، واحنا بنتمنى طبعا المقابلات دايما مع الراجا او الوداد، بيبقى ديربي على مستوى عالي، وبالذات الجماهير بتاعت الوداد جماهير عريقه ونقيه، حاجه جميله جدا في تدفوا ديالها وتربوا ديالها، وبصراحه ربنا الثقافه بتاعتها ككوره ما شاء الله بيفهموا في الكوره كويس، واحنا ان شاء الله نتمنى مباراه تكون كويسه على مستوى عالي جدا. والحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس، الناس بتوع الجامعه الملكيه عندكم دايما بيتواصلوا معانا، واحنا الحمد لله في التذاكر ده دلوقتي انتوا زي ما انتوا شفتوا النظام ماشي ازاي على اعلى مستوى الحمد لله. الرقي وكل الاخوه المصريين ملتزمين، كله بيجي التذاكر مجانا، واحنا الحمد لله بنتمنى من الشعب المغربي لو ان شاء الله يعني الماتش فيه خساره ومكسب، احنا خسرنا بنتقبل الخساره، انتوا خسرتوا تقبلوا، فاحنا نتمنى يكون ماتش حلو وشوط من احلى الاشواط نتفرج عليها بالنسبه للجماهير وبالنسبه لتنصيب الشرطه عندكم على اتصال بينا دائم وبيأمنونا تأمين كويس، وما شاء الله اللعيبه في حاله نفسيه حلوه. وتوجه الكابتن محمود الخطيب اليوم بمعسكر مغلق
على اساس ان شاء الله يكونوا مركزين جامد في المباراه، وهتبقى المباراه ان شاء الله تمتعكم جامد يعني ان شاء الله. كيف تم عمليه سحب تذاكر الجماهير المصريه؟ والله هو كان في ترابط مع كابتن سعد عبد الحفيظ مع سياده اللواء، وسياده اللواء تواصل معانا واحنا بدانا ننسق معاهم على اساس ان احنا في واحد القاعه خصصوها لنا جنب الاوتيل، جم كل المصريين بنظام والحمد لله كان حاجه على مستوى عالي. مباراة كويسة وهيكون في جمهور حاضر من النادي الأهلي مشجعين إن شاء الله، وبصراحة احنا بنشكر الأمن المغربي على الدعم الكبير اللي موجود والاستقبال اللي حصل والتأمين الكبير صراحة العالي اللي موجود، تأمين كبير، وحتى التعامل بتاع الشعب المغربي ما يتخيرش عن الشعب المصري، الناس بصراحة وقفوا معانا وتعاملوا معانا كويس جدا، وفريقين كبار أقوى فرق في أفريقيا سواء كان نادي الأهلي أو نادي الوداد، فهم من أقوى الفرق الموجودة حاليا في أفريقيا، فأكيد هتكون مباراة صعبة مش سهلة. والله أنا أتوقع يعني أنا طبعا بتمنى الفوز للنادي الأهلي، ولكن أنا بتوقع صراحة إن النادي الوداد بيلعب على أرضه فعنده فرصة أكبر من النادي الأهلي إن هو يكسب يعني. الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.